الرغبة كانت لديه منذ البداية، ولكنه أرجأ الطلب حتى يوفر بعض المال كي يوفر حياة كريمة لها. والله يا أبا كريب لا أدري ماذا أقول، كنت أنتظر اليوم الذي يأتيني فيه أحدهم ليخطب ابنتي علياء، أما الآن. لهذا أوكلني أغلاس بالتحدث إليك، ويعلم أنك تراها بغير العين التي يراها بها هو، فهو يراها حرة مثلها مثل سائر الحرائر، ولذلك أصر على سماع موافقتها منها هي بعد قبولك طبعا. على رسلك أيتها الحسناء، لماذا تشحين بجمالك عن ناظري؟ أرجو أن تكون قد فكرت مليا أيها الفارس قبل أن تقدم على هذا. أرجو أن تكوني قد فعلت أنت ذلك قبل أن تقبلي بمشرد مثلي لا يملك سوى سيف أقسم أن لا يضعه حتى يقطع به دابر الشر أو يقطعه. حماك الله من كل شر. أجل، لا تحرميني من دعائك، فيعلم الله كم نحن بحاجة إليه. لا تخافي، فنحن أصحاب حق والله مع الحق. يا لنا من نكدين، نتحدث في هذا ليلة زفافنا. ماذا تركنا للأيام المقبلة؟